الفول بتاعنا التاني هو فول مصري 100%، كل ستات البيوت في مصر بيعملوه وبيحبوه، وعلى فكرة من الحاجات اللي هي عشق المصريين اللي هو الفول بالخلطة. بنجيب شوية زيت زيتون أو زيت عادي ونحط مع بصلاية لغاية لما تلون معانا كده، وبعد كده بنقوم جايبين بصلاية، بعد ما تلون معانا البصلاية دي كده بنقوم جايبين نص معلقة ثوم أهو بالشكل ده، ونقلب الثوم، ثوم مع بصلة، الله، اجيب دي كده علشان اوسع لهم اهو، اشتغلوا يا باشا براحتكم خالص، انا مش حرمكم من حاجه اهو، يلا. وبعد كده بقوم جايب طماطم معصوره من غير جلد اهو، ويا سلام بقى لو معلقتين طماطم بوريه، ياه ده انا ايه، طماطم بوريه يتحط معاها كده عشان تحمر لك الفول قوي. كده بالشكل ده احط لهم شويه بقدونس، ممكن قرن فلفل حراق لو تحبي كده، شويه ملح، شويه كمون، ادي شويه كمون وشويه ملح اهم، نقلب كده، نسيبها لغايه لما الطماطم عندي تتسبك شويه، دي اساس اساس في عمل الطبق ده ان الطماطم شويه تتسبك معايا، ما ينفعش ابدا الطماطم تبقى نيه وتحط عليها الفول وتشتغل كده، هتحسي ان طعم الطبق مش حلو. على فكره الطبق ده بيعتمد في الاساس على التسبيك، ان انا اسبك الطماطم معايا مع التومه ومع البصل، وبعدين بعد كده احط عليها الفول، مهم جدا جدا الكلام ده. نحط شوية زيت كمان عشان هو بيحب الزيت يكون كده شغال معاه بشكل كويس اهو. انا بحب دايما استخدم زيت زيتون في اكلات زي كده واريح نفسي اهو، اقلب اهو، سبكت الطماطم معانا، هنبدا ان احنا نحط معلقه صلصه طماطم كده صغيره بوريه معاها، ونبدا ناخد الفول. بص بقى، هو عاده الفول اصلا بتلاقي لما تيجي تسويه بتلاقي من فوق كده مهل شويه، وتلاقي كده من تحت بقى الفول عامل ازاي، بصوا بصوا الفول عامل ازاي، حباب حبتها ازاي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، الله كده. انا عايز الناس تاكل وتتهنى، تمام، شويه ملح، اقلب طبق حبيب الملايين فلفل حراق، ده اختياري بالنسبه لحضرتك، لو حبيت تحط فلفل حراق كده طبق اهو. ممكن تعمل فول بالبيض شكشوكه، يتعمل شكشوكه عادي خالص بالبيض والفلفل والطماطم والبصل شكشوكه وتحط عليها فول، بتبقى برده في منتهى الجمال، من الحاجات برده اللي هي جميله جدا اهو. اعرف كده اهو، الله، ما يحلى الكلام الا بالجرنش برضو، صدقوا يعني الجرنش ده برضو اساسي في كل الاطباق اه، لان العين بتاكل قبل ايه، قبل الفم احيانا، لا مش احيانا، ده هي على طول، الواحد بيشوف بعدين بياكل، لكن ما بياكلش بعدين يشوف، العين بتشوف الاول، فعشان العين بتشوف الاول لازم نديها حاجه تكون حتى منظرها كويس علشان تشد العين. وبحاجات بسيطه جدا جدا، ديكوريشن اهو اقدر اعمله، والموضوع بسيط جدا جدا.